علاقتي مع نفسي، انت ظالم نفسك. يعني ايه ظالم نفسي؟ انت عارف نفسك؟ انت بتدي لنفسك حقها؟ انت لازم تقعد مع نفسك كل فترة تشوف انت ظلمت نفسك ليه؟ انت ليه ما طورتش من نفسك، من كورسات، من لغات، ما طورتش نفسك انك انت تبدأ تقرأ، تبدأ يبقى عندك ثقافة؟ انت ليه ظلمت نفسك ان انت حتى ما اديتش لنفسك حق ان انت تبقى في حاجة بتبسطها؟ على فكرة في ناس كده، في ناس على قد ما هم مطحونين وقاعدين بيجروا يمين وشمال، والله يا شريف هم مش بيحبوا نفسهم، بل بالعكس هم ظلموا نفسهم وأذوا نفسهم. وفي النهاية هو هيجي في يوم من الأيام اللي كان بيعمل كل حاجة، ممكن يبقى عشان خاطر اللي حواليه وعلشان خاطر الناس، هيجي في لقطة من اللقطات وهو لو هو بقى بيعمل كده عشان يلاقي مقابل، دي قصة تانية، ده عند يعني إيه، يبقى هو كده ما كانش بيشتغل لربنا يعني. واللي بيشتغل لربنا هيتصدم ان هو بعد كل ده انت مش هتنال ابدا رضا الناس، وفي النهايه ممكن تطلع اصلا بعد كل السنين دي اللي انت اصلا ظالم فيها نفسك، وفي الاخر انت ما عملتش حاجه. فيا ريت تقعد مع نفسك. يبقى رقم اتنين، رقم واحد العلاقه مع ربنا، رقم اتنين نفسك. حب نفسك واعرف نفسك وابدا فكر انا ظالم نفسي ليه، وابدا حط لنفسك حق. انا هخرج، على فكره الخروج ده حاجه جميله جدا طبعا، بس حب الكلام ده، لان في ناس من كتر ما هي ظلمت نفسها سنين طويله ما بقاش بقى لا خروجه ولا سفر ولا فسحه، خلاص هي 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 خلاص ما بقاش في اي حاجه بتبسطها. انت النهارده، عشان كده انا دايما كنت عايز ابدا البدايه دي، ان احنا النهارده بنكلم شباب الثانوي وشباب الجامعه، انتوا لسه قدامكم فرصه ذهبيه. يعني النهارده لو احنا بنسال نفسنا، يا ترى الواحد لو رجع، طبعا الحمد لله اول حاجه خالص اي انسان بدا بدايه غلط ووصل لنهايه غلط يقول الحمد لله ويبدا، ما تاخر من بدا، فيش انسان تاخر. صح. لكن انت قدامك فرصه ذهبيه، لوان عمره ما فات يعني. طبعا لوان عمره ما فات. طبعا. لكن انت لسه صغير، انت لسه داخل على الجامعه، لسه بتحدد مصيرك، روح الطريق الصح، روح الطريق الصح، وما تظلمش نفسك انك انت تبدا دايما قاعد بتعمل حاجات كده تخاطيف، وفي الاخر انت ما بتستفدش حاجه. فانت وانت في جامعه تقدر بتفرج على مثلا على فيديوهات، بس تتفرج على حاجه تطورك، تتفرج على حاجه تعلي من شخصيتك ومن مهاراتك، علشان خاطر بعد كده في المجتمع تحس بذاتك. صح. فحب نفسك واحترم. طبعا. انزل العب كوره، اتبسط، ما تاخدش الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ساعه وساعه، الناس بدات تاخد الحديث ده اللي هو ساعه وساعه، فساعه بقى احنا بنعمل فيها حاجات غلط، واكيد النبي مش قصده كده يعني، هو ساعه ان احنا مع ربنا وساعه. طبعا. ده هو رايح بيشتكي له، بيقول له احنا بنقعد معاك يا رسول الله بنعيط ونبكي ونفتكر الجنه والنار، لكن بنروح البيت بنداعب بالازواج وبنلعب مع الاولاد. يعني هو زعلان ان هو بيروح البيت بيلعب مع اولاده، بيهزر مع مراته، وخد حاجات كتير. انت متخيل؟ فانت متخيل ما بيتكلموا في ايه؟ فالنبي بيقول له ساعه وساعه، لا طبعا اتبسط واعمل كل حاجه. فالنهارده الشاب انزل العب كوره، مش شرط ان احنا نقعد 24 ساعه في القهوه قاعدين بنقول كلام وبنشتم مش عارف مين وبنسمع ايه وفلان قاعد بيشتم جنبي ومش عارف ومين اللي بيعمل وبتاذي نفسك. يا عم انزل العب كوره في جو نظيف وحلو وحافظ على نفسك، فاحترم نفسك وحب نفسك علشان نفسك تحافظ عليك على فكره لما تكبر.